حياكم الله. وأنا أتجول بين هذه الكتب والمصادر، خطر ببالي اليوم أن أحدثكم عن المكتبة السومرية، أو كما كان يطيب لهم تسميتها بيت اللوحات، وهي أقدم الأشكال المعروفة للمكتبات على مدى التاريخ، والتي ظهرت كنتيجة حتمية لاختراع الكتابة وظهور التدوين. تعد مكتبات الحضارة السومرية من أقدم مكتبات حضارات بلاد ما بين النهرين، إذ عثر في مدينة لقش على ما يشبه السجلات وجدت في خزانة المعبد، كما عثر الآثاريون في مدينة أور على لوحات مكتوبة وأختام فخارية وعادية يرجع تاريخها إلى 3000 سنة قبل الميلاد، وتعد من أقدم المكتشفات التاريخية المتعلقة بتاريخ الكتابة والمكتبات في حضارة السومريين. وفي مدينة تلو عثروا على مجموعة ضخمة من الألواح الطينية واللوحات الفخارية التي يقدرها البعض بحوالي 30,000 لوح طيني، يرجح إنها تعود إلى 1800 قبل الميلاد، وقد تكون بقايا مقتنيات واحدة من مكتبات السومريين. وفي مدينة نيبور أيضاً عثر على أعداد كبيرة من الألواح الطينية يعتقد إنها مقتنيات مكتبة كبيرة أنشئت في هذه المدينة، إضافة إلى اكتشافات في مدن أثرية أخرى. كما إن من بين أهم الأسباب التي دعت لتأسيس المكتبات السومرية هو إن الملوك السومريين كانوا يتمتعون بذوق أدبي، وكانوا مولعين جدا بتراث آبائهم وأجدادهم، لذلك عمدوا لتأسيس مكتبات زينت قصورهم. ومن أهم أسباب ظهور المكتبات إضافة للكتابة هو طول الملاحم والأساطير التي لا بد من وجود مكان لحفظها، وقلة مصادر المعرفة كالنصوص الأدبية والدينية والعلمية والرغبة في جمعها وإنقاذها. كما إن أغلب الملوك دونوا أعمالهم وسني حكمهم في سجلات اعتبرت مصادر لتاريخ العراق العظيم، كما إن التخصص في أحد علوم المعرفة والمدارس التي أسسها الكهنة في المعابد جعلت بعض المثقفين يجمعون الألواح الطينية لتكوين مكتبات خاصة شخصية. وأهم ما تميزت به هذه المكتبات إنها كانت عبارة عن مبنى لحفظ تلك الألواح، كأن تكون غرفة في المعبد أو القصر أو بيت سكني. المكتبات في وادي الرافدين كانت على أنواع: مجموعة المعبد، دار المحفوظات والسجلات الحكومية، السجلات التجارية، مجموعة الألواح التي تختص بأنساب العائلات البارزة. ويبدو أن المكتبي في العراق القديم قد أوجد طريقة لتصنيف الألواح، وكان يسلسلها بطريقة ما زالت مستعملة حتى الآن في المكتبات المعاصرة، تتضمن وضع عنوان السلسلة أو النص في أعلى اللوح أو آخره، وجرت العادة أن يختارون أول عبارة منها مثل عنوان ملحمة بلقامش هو الذي رأى كل شيء، وبهذا يكون قد ساهم في تنظيم الرقم على رفوفها المعينة. ويذكر التاريخ أن الناسخين كانوا يسجلون الأحداث التاريخية وأخبار الآلهة وأنسابها والملاحم الشعرية والأساطير، كما إنهم سجلوا التراكيب الطبية ووصفات السحر وغيرها. إلى هنا انتهت ترنيمتنا السومرية هذه، حتى الملتقى إن شاء الله، نستودعكم في أمان الله وحفظه.